حقيقة الأخبار المتداولة حول ارتباط غيث مروان مقلب شيرو ما في غيره في أنس الشايب وسفر بني نصار شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام شيرو ما في غيره بنشر بوست على صفحته بالإنستغرام يسأل فيه متابعيه أي لون أحلى عليه الأبيض أو الأسود، وأيضا قام شيرو بعمل مقلب لأنس الشايب وهو نائم، وأيضا لا ننسى أن أنس الشايب أطل علينا بلوك مختلف وجريء، رأيكم بإطلالة أنس؟ ما أنا في أغرب من البنات لما بياخدوا فوتوشوت وش البوزات. سافرت اليوتيوبر بنين ستارز إلى بلدها العراق وتفاعلت مع متابعيها بنشرها مجموعة من الستوريات الجميلة من هناك. آخر مرة أجيت للعراق قلت المرة الجاية بس أجي لازم أسوق سيارة، فحاليا بدي أسوق سيارة وياي ماما. هاي ماما. هاي ماما، ايش رايك بسياقتي؟ لا بيرفكت، بس عندها خوف عادي عاد له استاذ شيء اكيد اخاف شوي سياقه خوف ولا بعد اعلان كريم الديب خطوبته صرح غيث مروان ان هناك شخص اخر سيقوم بالاعلان هو ايضا عن خطوبته بحلول الشهر القادم او في الاشهر القادمه. وفي هذه الفتره كثرت اخبار كثيره واشاعات حول ان غيث مروان يستعد للاعلان عن ارتباطه قريبا، فهل تتوقعون بالفعل ان غيث مروان سيعلن عن زواجه قريبا، او ان هذه الاخبار المنتشره حاليا عنه هي فقط لتضليل المتابعين عن خطوبه مشهوره؟ دبي انا الطياره سياد، دبي انا الطياره. انت بتخطب؟ خايف بدي خطبك لإلك هلا بس ننزل على الشام. وصلنا جوا بس متاخرين بس لازم ناكل صح؟ ما رايكم انتم بخصوص هذا الموضوع؟ وايضا غيث مروان نشر بوست اليوم علق عليه اكتبوا لي شي حلو بهاليوم المميز اللي صرعونا المرتبطين فيه، وايه صح بعتذر الصوره مو ظابطه بس زياد ما كان يهدى. قديش التاريخ مميز اليوم بس ما حدا مميز بالعالم قدك. والله العظيم انه ما اوكي كان جاي اقول لك انه ما بيلبق لك بس لحقت حالك. ما يخرب بيتك ما رح حد عبر عن شعورك. ما في داعي حبيبي. شوفوا بمناسبة التاريخ المميز اليوم شوفوا شو اجاني. ثانك يو. لا مني هذا. سوري انا اسف من الاثنين. ثانك يو. ابو الغيث نطلع شوف. ليس شايف يسمع الكلمة ما شاء الله. استغفر الله العظيم يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الكريم. ابعد من هون الله يبعد لك كل شيء هذا الحديقه الكلب. لا والله ممنوع. ايما يا صباح الخير. وصل الاكل. شوفي الاكل هذا مع هالفيو الجميل. صباح الخير سرسوره مو معبرتني. اوكي طيب الفيو الفيو هون. اوكي صباح الخير. وهون الفيو كمان والله على عيني. وهون وهي غيث هون عم ياكل. غيث 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 ليك والله قلت له غيث رد اقسم بالله. غيث 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 غيث. طيب غيث انت رد 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 انت رجعت لاصلك برو. ها لا وانت حبيبي عم نادي لك انت كول زي الكول تحت. وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس حطوا لي لايك حين متلكم. نشوفكم بالفيديو الجاي.